السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات فيديو جديد، وصفه جديده كما راكم تشوفوا معايا. غادي ندير معكم الرايب اللي كيجي ناجح البنات، كما راكم تشوفوا كيجي خاطر، كيجي زوين بزاف. بقاو معايا باش تعرف على المقادير وطريقه التحضير. وهنايا البنات غادي نحتاجوا نص يترو ديال الحليب بارد، غادي نحتاج نص يترو ديال الحليب ونص يترو ديال الحليب اما طايب يعني مغلي كما راكم تشوفوا، ونص يترو بارد. المجموع يترو نص بارد ونص طايب، وعندي 4 ديال المعالق ديال الحليب غبره، حليب غبره، وعندي فانيا واحد ساشي ديال الفاني، وعندي علبه ديال الياغورت طبيعي او بنكهه الفاني، يكون عاقد ما يكونش ممزوج باي فاكهه، يكون دانون طبيعي وعاقد كما راكم تشوفوا في الصوره. وغادي نحتاج واحد 3 حتى 4 ديال المعالق ديال السكر حسب الذوق، كل وحده كدير على حسابها. هنا غادي نجيب اي اناء عندكم، غادي نكب فيه داك نص سيترو ديال الحليب البارد، ديال الحليب البارد. غادي نضيف له الفاني، ونضيف حليب بودرة كذلك، غادي نضيفه، وغادي نضيف دانون اللي هو يكون تاع الفاني او دانون طبيعي. غادي نضيفه، غادي نخلط كل شيء، غادي نخلطه مزيان بالخلاط يدوي او خلاط كهربائي، مهم خص يتخلط الخليط مزيان باش المكونات كاملين يتخلطوا مع بعضياتهم. وغادي نضيف كذلك سنيده، كتبقى حسب الذوق، من احسن ما تكتروش، وغادي نخلطوا مزيان. انا هنا خلطت بالخلاط اليدوي، يمكن لكم تخلطوا بالخلاط الكهربائي. ومن بعد ما نخلطوه مزيان، غادي نجيب داك الحليب اللي في يده، نحيدو داك الفراره اللي كتكون الفوق فوق الحليب كما راكم تشوفوا، وغادي نضيفه على الخليط الاول اللي هو الحليب بارد مع دانون وحليب غبره. وباش يجيكم الرايب ناجح، خص ضروري يكون الحليب كامل الدسم، ميكونش داك الحليب اللي ناقص في الدهون، يكون كامل الدسم. ودانون كذلك خص يكون عاقد، ونخلطه مزيان كما راكم تشوفوا. ومن بعد غادي نجيب اي كؤوس بغيتو تقدموا فيه، سواء كانوا صغار ولا كبار، انا مهم غادي نستعمل هاد الكؤوس هادو. الاحسن نختاروا كؤوس اللي غادي يجيكم في الطنجره، فهمتوا؟ وغادي نكب فيه داك الرايب ديالي كامل، غادي نكبه في الكؤوس كما راكم تشوفوا معايا في الصوره. غادي ديروا كؤوس على حسب افراد العائله. وهنايا البنات غادي نجيب طنجره، طنجرة اللي هي عادية، ماشي ضروري تكون طنجرة الضغط اللي هي الكوكوت. هنا استعملت طنجرة عادية، وغادي نكونو درنا الماء يطيب. هنا غادي نجيبو داك الماء، غادي نكبوه في الطنجرة ديالنا حتى يوصل النص ديال الكؤوس، ولا يفوت النص بشوية كما كنتو تشوفو. ما نخليوش الماء يطلع حتى الكؤوس، باش الماء ما يدخلش لينا في الكؤوس ديال الرايب. هنا درتو غير حتى النص كما راكم تشوفوا البنات. وهنا غادي نجيب السلوفان، غادي نغطي الكؤوس باش هنا كنحافظ على هذيك الدرجه ديال الحراره كما راكم تشوفوا. غادي نغطيهم كاملين، تقدروا تستعملوا اي بلاستيك ولا بابي الومنيوم، المهم انا استعملت هنا السلوفان. غادي نغطي عليها كما راكم تشوفوا، وغادي نجيب تجيبوا اي مانطا تكون غليظه، غادي تغطيوها مزيان. المهم انا هنا استعملت غير الفوطه، ولكن من بعد زدت عليها المانطا، غير الفوطه كانت عندي في الكوزينه. استعملوا اي مانطا تكون غليظه وغطيوه مزيان، وغادي تخليوه ليله كامله، تخليوه يبات ليله كامله حتى الغدا ونحلو عليه. وهنايا البنات الغد ليه، هنايا غادي نحلو قدامكم كما راكم تشوفوا. هنا حيدت عليه البلاستيك الغذائي، الاحسن ديروا السلوفان احسن من بابي الومنيوم، كيكون اقل ضررا.
حتى البلاستيك ماشي مزيان ولكن حسن من الالومنيوم. كل مره كتشوفوا هنايا كي جا راه جا عاقد البنات يجربوا هذه الوصفه. خص يكون الحليب كامل الدسم ويكون الدانون ديالنا يكون دانون طبيعي وعاقد كذلك. غادي ندخلوا البنات للثلاجه. وفي الاخيره البنات من بعد ما جبدناه من الثلاجه درتو في الثلاجه حتى برد حتى العشيه. ها كيفاش جا كيجي عاقد بزاف كيجي زوين. نتمنى البنات تجربوا هذه الوصفه هذه اللي هي سهله وكيجي بها الرايب ناجح كما كنتو تشوفوا. راني قلبت الكاس ومع ذلك ما زلعت حتى حاجه. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وديروا اللايك والتعليق وتشاركوا في القناة إلى ما كنتوش متشاركين. ومع السلامة، نتلقى في شي فيديو آخر.